أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، نأخذكم بجولة أرصال جوية والطقس الصيفي الحار استمرارية. رياح الليلة راح تكون شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 35 كيلو متر بالساعة باكر، والرياح نهار الغد راح تكون من 15 إلى 45 وبالليل تكون من 10 إلى 35. أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد 34 الصغرى في مدينة الكويت، 30 في العبدلي وشقاوي السالمي، 30 بالوفرة، 33 في فيلتشة جزرنا الشمالية وربو وبيان 34، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 35. سماء صافية، رياح شمالية غربية، الفجر راح تكون سرعتها من 10 إلى 40، احتمالات الغبار واردة في المناطق الصحراوية. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة 44 إلى 45 في مدينة الكويت، 48 بالعبدلي وشقاوي السالمي، 48 بالوفرة، 46 وجزرنا الشمالية فيلتشة وربو وبيان 44، وجزرنا الجنوبية 43. سماء صافية، رياح شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 45، احتمالات الغبار واردة خاصة في المناطق الصحراوية. وباكر بالليل رياح شمالية غربية تخف سرعتها، راح تكون من 10 إلى 35 كيلو متر بالساعة. البحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الأمواج من 2 إلى 4 قدم. المد الأول الساعة 39 دقيقة صباحا، المد الثاني الساعة 11:40 بالليل. الجزر الأول الساعة 43 الفجر، والجزر الثاني في الساعة 5:15 دقيقة بعد الظهر. أذان الفجر لنهار الغد راح يكون إن شاء الله الساعة 4:03 دقائق، الشروق الساعة 5:25، الغروب الساعة 6:12 دقيقة إن شاء الله. أما الطقس المتوقع الخمسة أيام القادمة، سماء صافية، لاحظ درجات الحرارة من 45 إلى 46 والصغرى من 31 إلى 30، رياح كلها شمالية غربية سرعتها بالنهار باكر من 15 إلى 45 مع احتمالات غبار في المناطق الصحراوية. أما بقية الأيام 1-2 إلى 4 سرعتها من 10 إلى 35 ومن 10 إلى 40 كلها رياح شمالية غربية. أعزائي المشاهدين نشكر لكم متابعتكم.